أسماء؟ أهلين ماما، أنا كنت بدي روح وأعطيكي خبر. شوفي أسماء وين راحت؟ هي راحت مع إخواتي، مصطفى بعت لهم خبر وأخذهم، قال بدهم يروحوا يصيدوا سوا. أنا قلت لهم ما بيصير، لازم تخبروها لأمي. قالوا لي السلطانة عندها خبر. الله يلعنك، قلن يجهزوا لي العرباية تبعي فورا. يلا تحرك. قولي للعربش يخلي يسرع، لازم اوصل لعندهم. اولادي هلا بخطر، رح يقتلوا لي اياهم. يا عربش اسرع اكثر، الله يخليك. أمي؟ مصطفى بعد عنه. محمد لا تخاف حبيبي، شوف أنا أجيت لعندك. معقول إنك تقتل أخوك؟ مو بتحبه على أساس؟ أمي شوفي، بس نحنا كنا عم نتدرب بالسيوف سلطانة. لا تكذب مصطفى. وينو سليم وبيزيد؟ شو عملت لي بولادي؟ شرفي ليكن. مولاي هيام، شو جابك لهون؟ أنا أجيت لهون لحتى أشوف الأولاد مولاي. ليش ما عطوكي خبر؟ أنا أخذت الأولاد مشان أقضي أنا وياهم شوية وقت مع بعضنا. ما حدا قال لي إنه الأولاد معك يا مولاي، قلت بيجي وشوفهم لأنه كنت قلقانة عليهم. أنا بهنيك يا مصطفى، أنت وأمك ضحكتوا علي وطلع بإيدكم. الكره والحقد اللي جواتك ساعدوني سلطانة. أنا كان هدفي إني وصل لك شيء. شو هو؟ إنه أنا ماني مثلك، ما فيني لوت إيدي بدم الناس وخاصة أخواتي. نسيت شو ساويتو؟ وقت يلي مرت جلالة السلطان، أمك ناهي الدوران هددتني بولادي ومولاتي هربتنا. مو صحيح هالحكي بنوب، بعدين أنا ما دخلني بالموضوع. حاج بقى، كنت بتعرف بس أنت ما حكيت. مستحيل انسى يا مصطفى. أنا في مواضيع كتير مستحيل انساها. بسببك ابني مات قبل ما يشوف هاي الدنيا. حاولتي كمان انك تقتليني. منيح اللي اجيتي يا هويا، هون بتشمي شوية هوا نظيف. نحن راح نضل هون، راح أخذ الأولاد برحلة صيد. أنت رجعي على القصر يا هويا. هي أول مرة ببعد فيها عن أولادي، مو مرتاحة. Thank you.
مولاي السلطان، السلطانة الأم بعتي خبر، هي حابة حضرتكم ترجعوا على القصر بسرعة. قال الموضوع مهم كتير. وشو هو هالموضوع؟ ما عندي معلومات مولاي.